السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأكواد القوية جدا لازم نشتغل بيها الـ AIA CAD Layer Guideline، ده جزء من الـ US National CAD Standard. هنا بيحدد لي طريقة تسمية الليرات، تمام، بحيث إن أنا أول ما أشوف اللير أعرف على طول اللير دي بتاعت إيه، تمام. يعني لما نكون متفقين إحنا على الليرات، هو بيقسمها لأقسام، بحيث إن أنا أول حرفين مثلا لكذا، والجزء التاني لكذا، والجزء التالت لكذا، والجزء الرابع لكذا، بحيث إن أنت أول ما تشوف اللير تعرف اللاير دي، ده دي تبع المعماري، دي خاصة بالبلان، خاصة بكذا، خاصة بكذا. ويبدأ يقول لك مثلا أول ما تلاقي مثلا حرف الـ A تعرف إن ده أركتكشر، S يبقى ستراكشر، A يبقى إلكتريكال، تمام، وهكذا. حاطط لك هو الديسيبلين اهوت، تمام. والأكواد دي مهمة جدا، بحيث إن أنت تشتغل عليك شغل يبقى كلنا بنتكلم نفس اللغة، مش واحد بيتكلم إنجليزي، واحد بيتكلم عربي، واحد ما بقاش واحد بيسمي مثلا الول بيسميها وول، واحد بيسميها وولز، واحد بيسميها أول حرفين، واحد بيسميه اي ار وول، تمام. فلا، لازم نكون موحدين اسامي الليارات، ده هيسهل كتير علينا. وممكن تخش على الموقع ال AIA او National CAD Standard.org تحمل ال standard دوت.